قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. والناظر في حق المخلوق في هذه الجملة يجد أن هناك اختلافا وتباينا بين حق المخلوق في الجملة الثانية التي هي قبل هذه الجملة لعن الله من لعن والديه، وبين هذه وهي جملة لعن الله من آوى محدثا. فمن الفروق أن جملة لعن الله من لعن والديه هي منصبة على أشخاص بأعيانهم، بينما جملة لعن الله من آوى محدثا ليست كذلك، وإنما هي شاملة لا لشخص بعينه، وإنما حدث مشاع قد يكون للبعض وقد يكون للكل. ومن الفروق أن الضرر الحاصل في الجملة الأولى لعن الله من لعن والديه ضرر خاص بالوالدين، بينما في الجملة الثانية ضرر متعدي لا على الوالدين وإنما على المسلمين عموماً.